بالنسبه للمعلقين انا يبانوا لي لاباس بهم، راهم يعلقوا لاباس ما كحتمش. كاين الناس اللي غير كان عندهم الغيره وما نش عارف يحبوا باش ينتقدوا من الناس هذو، مش حق عليهم. علاش؟ احنا هذه الرياضه، ومعلق يتكلم على الرياضه ويتكلم على الجوار ويتكلم على حاجه، دار غلطه قال دار غلطه، دار حاجه قال مليحه دار مليحه، وهذا ما كان. والناس هذو اللي راهم يديروا الشواش الشلاوش هذو مش حق عليهم، يعني نقصوا شويه من الامور. دوك كل جهه نقولوا ماشي مليحه الامور. الانسان اذا قرا على المهنه هذه راه يتعلى، راه يخدم في خدمته تبارك الله فيه، ما يزيد ما راه ينقص. انا هذا واش حاب نقول، انا نشوف وانا نسمع وانا نتفرج يعني المقابلات. زير تيوب، اول قناه الكترونيه في الجزائر.